الحي، والناس اللي عايشه جوه دول مش بني ادمين. امشي كده في اي حته في وسط البلد في ناحيه، وطبعا مش بتكلم عن حي الموسكي بس، يعني هقدر هرص دلوقتي هرص اسماء، ولكن يعني ده بدايه. حضرتك امشي في الحواري كده تلاقي الزباله في كل حته في الدنيا، الزباله ها يعني انا هقولها كده، الزباله موجوده في كل حته في الدنيا ومش فاهم ما بتتشالش ليه. ازاي ازاي يعني خليتوها اختفت ازاي؟ يعني عملتوا ايه؟ قلتوا ان الناس ما ترميش، يعني الناس تتصرف في مخلفاتها، يعني تحتفظ بيها في البيوت؟ اكيد اكيد بتترمي، واكيد وقت ما كانتش موجوده كان في ناس بتشتغل بجد. السيد المحافظ، طيب اسال حضرتك سؤال، هل يا ترى الساده الرؤساء الاحياء فعليا عاملين اللي عليهم وزياده، والزباله دي ملهاش حل؟ طب لو هو ده كلام صحيح وان هم عاملين اللي عليهم وزيادة، ما انا عندي احياء نظيفة جدا وعندي احياء تانية فيها مشاكل. يعني حي مدينة نصر، وده اسمه مدينة نصر، يعني ايه مدينة نصر؟ يعني كل الابراج بقى والجناين والشوارع والحلويات، منطقة فيها زبالة ورا حديقة الطفل كتير جدا. مع احترامي الشديد طبعا مهندس مصطفى عبد العزيز رئيس حي اول، يعني راجل محترم وصديق وعلى راسي، ولكن انا قلت الصداقة والحب والحاجات تتركن على جنب وقت ما يبقى عندنا شارع شكله وحش. هل يا ترى انا بقول حاجه عيب؟ لا، انا بقول حاجه بجد، بقول حاجه بجد يا فندم. الشارع يعني ايه ورا حديقه الطفل؟ ده اسمه طفل يعني. بخصوص العقد اللي هو بتاع وزارة الزراعة اللي هو في التشجير، العقد بتاع وزارة الزراعة ماله؟ اللي هو في التشجير، التشجير التشجير ده ماشي، التشجير اللي هو عقد المؤقت. ايوه التشجير العمالة المؤقتة. ايوه يا معالي الباشا، تمام. بقول لسيادتك، احنا سعادة الباشا احنا كل فترة كده يعني يدونا وعودات زي ما قلت لسيادتك قبل كده وما تتنفذش اطلاقا. يعني انا فرض باخد وعودات من سنة 2000، من سنة 2000 لحد النهارده سيادتك انا باخد وعودات من وزارة الزراعة. اتفاجئنا امبارح كان في برنامج لقناة معينة، فالمتحدث اللي هو الدكتور حامد عبد الدايم بيلمح ان احنا مش معترفين بينا في وزارة الزراعة. انا من سنة 1995، سنة 1995
من سنة 1995 وأنا بعجز. طبعا أنا حامل يعني مثلا إن أنا بستحمل مثلا كل سنة إن هم بيدونا وعودات على أساس إن هم يثبتونا. أيوه. وما بتتنفسش سيادتك، وقرارات يعني مسمى قرارات من أيام الدكتور أيمن فريد أبو حديد اللي هو القرار 702 لسنة 2011 طبعا انا بضم صوتي لصوتك. لازم الناس دي عندها اولاد وعندها بيوت وعندها عيال وخلاص ما بقاش عندهم شغل تاني ولا عندهم مساحه من الوقت ولا العمر ان هم يدوروا على وظيفه تانيه او شغل تاني. بس احنا السن بتاعنا يعني كله عدى 45 سنه وقعدنا الفتره دي كلها دي لو هم مش معترفين بينا من اول سنه وثاني سنه كانوا المفروض ان هم يعني فسخوا العقد، لكن احنا بنمضي حضور وانصراف يوميا، واي شغل بينطلب منا في وزارة الزراعة بنأديه حاضر ونعم لأي شيء انطلب. مفيش وعود. طيب احنا لينا حقوق على علينا حقوق في وزارة الزراعة، احنا عاوزين عمر كل وزارة الزراعة. الدكتور الدكتور البنا وزير الزراعة ما كانش فيه في جمله أو تصريحاته أو متابعتكم للموضوع حد يطلع يرد عليكم ويقول لكم أنتم مفترض إن أنتم هتتعينوا مجموعة منكم هتتعين، ما حدش اتكلم في الموضوع ده. يا باشا كل كام سنة يفتح المش يفتح الدوسيه بتاعنا وزي ما يكون أنا آسف في ده اللفظ زي ما يكون في عفريت في وزارة الزراعة بيخفي كل البيانات ويعتبر وكأن لم يكن. نعم وزارة الزراعة فيها كلام كتير قوي 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 يعني طول ما أنا قاعد. يعني إحنا أنت ربنا يكرمنا مثلا مثلا بالناس اللي هي يعني ده بيوت بيوت مفتوحة في وزارة الزراعة، يعني إحنا كلنا كده بيوت وناس يعني عايشت نفسي على أساس إن في يوم من الأيام إن إحنا هنتثبت. والعمر خلاص يعني ما عادش. ده بتقول لي معظم الاعمار 45 وحاجات غريبه كده، طب امتى؟ ولا السن يا باشا نستحمل ان احنا نقدر نشتغل في اي مكان ثاني، خلاص عمرنا راح. واستحملنا كتير من وزاره الزراعه. يعني واعطينا عمر وزاره الزراعه ونفينا، يعني عايز اقول لسيادتك انا مني فرد ما فيش اي شيء يخص وزاره الزراعه لما قمت فيه بما يرضي الله من ايام القانون بتاع المالك والمستاجر، قمنا بحراسه الجمعيات من الفلاحين لان كان الفلاحين كانت عايزه تعمل اي خسائر في الجمعيات الزراعيه، حرسنا الجمعيات الزراعيه في ثوره 25 يناير 30/6 اي شيء بندف كده يعني مع الوزاره زينا زي اي حد متثبت، بل يمكن هو بيضبط احنا ما بنضبطش ومع ذلك برضه بنقولنا وفاء. لا انتوا جزء مهم. يعني واحنا موجودين، احنا موجودين على راس العمل، احنا موجودين يوميا حضور وانصراف وهم محتاجين عماله. يعني حاجه بقول لسيادتك شبه العفريت قوي في وزاره الزراعه يعني محطم مستقبل 34,000 اسره على مستوى الجمهوريه. كتير برضو يعني ناس عندها اولاد وعندها بيوت مفتوحه والدنيا غاليه. فارجو طبعا بضم صوتي لصوتك، بشكرك جدا، بضم صوتي لصوتك. وطبعا الرساله دي بنبعتها للسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس عبد الفتاح السيسي وبنبعتها للسيد وزير الزراعه. حد بس يعني حد يقول لهم امتى ازاي حلول
34 ألف أسرة رقم كبير جدا، والراجل بيستغيث. فطبعا أنا حاسس بكلامه، وخصوصا لما يبقى في حالة الأمل كل شوية تجيله، لا أنت السنة الجاية، لا أنت كمان كام شهر، لا أصل في نشرة هتنزل، كلام اللي من النوع ده بيعمل أمل، وفجأة الأمل يتاخد من المواطن، دي بتعمل أزمة شوية. بقول لكل الناس طبعا اللي بتشوفني، الزراعة والعاملين في مجال الزراعة، وخصوصا اخواتي واهلي العمالة المؤقتة في وزارة الزراعة، الناس دي عندها اسر بجد، وبيعيوا وبيجيبوا حاجات رمضان، وبيجي في المدرسة يبعت يجيب لولاده لبس مدارس. الناس دي لو قعدنا افترضنا ان كل واحد فيهم، يعني تيجي تكلم حد يقولك يا عم دول بيشتغلوا كام شغلانة، ماشي كام شغلانة، وكم شغلانة هتجيب ايه وتجيب قد ايه. تاني حاجة فكرة ان هو بيشتغل وبيجتهد وبيروح كل يوم، فكرة ان هو من العمالة اللي بقالها سنين كتير جدا في ظهر وزارة الزراعة، فكرة ان هما بيتقال لهم، مشكلتي بقى ان بيتقال لهم السنة الجاية السنة المالية الجديدة، يعني فكرة ان الناس دي بيتقال لها كلام وازدواجية كده، ده حد يقول كلام وحد يطلع ينفيه. معايا النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب. اهلا بسيادتك سيادة النائب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بسيادتك. اهلا وسهلا. سيادة النائب، مجموعة من العاملين في وزارة الزراعة بيتقال لهم انتوا هتتثبتوا والتعيينات كمان كام شهر، يرجع يتقال لهم السنة الجاية ده انتوا كمان كام شهر هتتثبتوا، يطلع المتحدث باسم وزارة الزراعة يلمح ان انسوا موضوع التثبيت والتعيين، والناس 34 ألف أسرة عمالين يسألونا من العمالة المؤقتة في وزارة الزراعة امتى هنتثبت، امتى هنشتغل. فأنا مش عارف أرد عليهم أقول لهم يا سيادتنا. أولا احنا طبعا بنقول لكل ال 34 ألف الموجودين في التشجير، مجلس النواب كله معاهم، وإن احنا كنا عملنا جلسة قبل ذلك في المقترحات والشكاوي، وكنا أقرينا ب تعيين هؤلاء الاشخاص، وكان على وزاره الزراعه ان هي تبلغ المديريات بالاتيان باسماء هؤلاء الموظفين اللي هم بياخدوا 60 جنيه او ممكن ما بياخدوش حتى 60 جنيه، لانهم طبعا كانوا موجودين على راس العمل وقائمين بيعملوا على امل ان هم يستفادوا اسوه بالتربيه والتعليم والشباب والرياضه وخلافه. صحيح. كل الناس تعينت ما عدا هؤلاء، لماذا؟ فكانت اخر جلسه في مجلس النواب الاسبوع اللي فات، وكان معانا محمود عباس، وتحدثنا في هذا الامر اللي هو رئيس الشؤون الاداريه في وزاره الزراعه، وان هو وعد ان في اربع محافظات لسه ما جابوش الاوراق، وبالفعل تم اتيان اسماء باوراقهم من الاربع محافظات كانوا متاخرين، واحنا عندنا جلسه بكره في المقترحات والشكاوي لانهاء هذا الامر، لان ده حق اصيل لهؤلاء الشباب اللي هم بالفعل احنا محتاجينهم. ما عادش عندنا في وزاره الزراعه مرشد زراعي، فهم اللي هيحلوا محل المرشد الزراعي، وهم اللي هيقوموا بالاعمال الاداريه في وزاره الزراعه. اللي انا النهارده عندي كل جمعيه زراعيه ما عادش فيها الا مهندس واحد فقط، غير هو اللي ماسك مدير الجمعيه، وهو اللي بياخد التقارير، وهو اللي بيعمل محاضر البناء، وما عادش حد ينزل اراضي زراعيه على ان هو يكون مرشد زراعي يفهم الفلاحين في المبيدات او المبيدات المغشوشه او المواد او كل المشاكل اللي بتمر بالفلاح. لابد من ان يكون كل شباب الخريجين من التشجير هيتم تعيينهم ان شاء الله، لان كل الشباب اللي هم 32000 او 34000 في التشجير، احنا بنقول كبرلمان لابد من ان هم يتم تعيينهم، وان ان شاء الله باكر بنبشرهم ان شاء الله يكون قد انتهينا في لجنة المقترحات والشكاوي ولجنة القوى العاملة على أن يكون بالفعل ممكن تاخذ قرار في مجلس النواب إن هم يتعينوا، لأن ده حقهم. إيه البشرى الحلوة دي يا سيادة النائب؟ يعني بشرى حلوة جدا النهاردة لما سيادة النائب حضرتك يعني قعدوا مجلس نواب، وفي الساعة دي وكيل لجنة الزراعة، وفي توقيت متأخر بترد علينا، انك تقول لي بداية كلامك ان كل اعضاء مجلس النواب والسيد رئيس مجلس النواب مع العاملين والعمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، وانتوا شايلين همهم، ان حضرتك تقول لنا بشرى عظيمة زي دي، والله
طول ما في نواب محترمين زي سيادتك مهتم قوي بالناس اللي عندها عيال وعندها اسر والناس الغلابه، طول ما حضرتك بتشتغل وحامل هم الناس دي انا ببقى مبسوط. تحس ان المكنه والترس بيتحرك يا سياده النائب. يعني النهارده انت هتخلي الراجل ده نايم على مخدته وحاسس ان في امل، انت بتقول له بكره هيتحط باذن الله نهايه للكابوس اللي انت كنت عايش فيه بقالك كتير قوي. انا عاوز بس اقول لحضرتك، اتفضل يا فندم. عاوز اقول بكره لكل ابنائنا اللي في التهجير، بقول لهم ان شاء الله غدا الثلاثاء بكره في لجنه في قوى العامله ومطار الشكاوي ينضموا الاثنين مع بعض لحل هذه المشكله. ليه؟ واحد متعين في الحكومه من 20 سنه من 15 سنه بياخد 60 جنيه وقاعد منتظر على امل ان يكون ليه معاش لاولاده. صح. هل احنا هنبذل بيه كدوله؟ هل هنبذل بيه كمجلس نواب؟ احنا مش بديهم حاجه منا، ولا حقهم على الدوله ان هم ياخدوا حقهم كمواطنين يشتغلوا ويجتهدوا في الوظائف بتاعتهم. والنهارده الدوله النهارده لن تنفض ايديهم من هؤلاء، ولكن لابد ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض دوله وبرلمان على ان يعينوا هؤلاء، ومش كثير على الدوله. واحنا برضه بنرفع صوتنا لسياده رئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يساعدنا في وزاره الماليه وفي التنظيم والاداره لتعيين هؤلاء الاشخاص او المهندسين الزراعيين والفنيين في كل قطاعات الزراعه، من مش التشجير بس، التشجير وسط النخيل والميكنه الزراعيه، كل هؤلاء لابد من تعيينهم. واحنا ان شاء الله السيد رئيس المجلس متبني هذا الامر، واعضاء البرلمان ال 600 نائب متبنين هذا الامر، مش انا لوحدي. ولجنه الزراعه والري مهتمه بالمهندس الزراعي، لان ده حق لجنه الزراعه والري ان يكون المهندسين الزراعيين الاولى بالرعايه، لان لن تنهض مصر الا بالفلاح والمهندس الزراعي. صحيح صحيح. انا طبعا مش عارف اشكرك ازاي، وان شاء الله ان شاء الله نبقى احنا حصري لبرنامج بكل جراءه، نعرف النتيجه باذن الله ونعرضها على حضراتكم. بشكرك جدا سياده النائب رائف وكيل تمراز وكيل لجنه الزراعه بمجلس النواب، بشكرك جدا جدا على المجهود، وان انت سهران وبترد علينا، وانك طمنت 34,000 اسره باذن الله. لجنه الاقتراحات والشكاوي والقوى العامله بكره هيناقشوا الحكايه دي، وان شاء الله طبعا انتوا عارفين ان بيبقى في مناقشات من وزاره القوى العامله مع وزاره الزراعه بوجود لجنه الزراعه في مجلس النواب، بيحصل مناقشات ويوصلوا لاليه واقتراح وقانون، وان شاء الله يطبق بتعيين او وجود يعني نهايه الكابوس التعيين، او فكره ان انا امتى هفضل اخد ال 60 جنيه وانا ما بشتغلش. بشكرك طبعا سياده النائب، وبقول لكل واحد من الناس اللي بتشوفني اطمن، عندنا ناس زي ما عندنا ناس ما بتشتغلش وما بتعملش اي حاجه، زي ما انا عندي اعضاء مجلس نواب قافلين تليفوناتهم من يوم، يعني انا اقول اسماء، عندي اعضاء مجلس النواب ما بيردوش على حد وقافلين تليفونهم طول الوقت. عندك اسماء؟ عندي اسماء كتير. طب ازاي تقول كده؟ ايوه انا بقول كده، عندي اعضاء مجلس نواب النهارده تكلمهم ما يردش عليك، وعندي اعضاء مجلس نواب تكلمهم يبقوا بين ايديك. عندي دول، عندي دول، وعندي دول برضو، دول موجودين. بس الحمد لله يعني لما بنلاقي حد بيمشي الحكايه، يعني ما يبقى فيه دايره فيها اتنين نواب، واحد ما بيعملش حاجه والتاني بيعمل، خلينا مع اللي بيعمل، وطالما بيرد علينا وبيحل لنا مشكلتنا ماشي الحال. ولكن عندي واحد بيشتغل بجد، واحد ما بيشتغلش خالص. النهارده وكيل لجنه الزراعه النائب رائف بيقول لي بكره ان شاء الله هيبقى فيه مناقشه وحل الحكايه دي، فانا بطمنك باذن الله اخويا اللي اتصل من بني سويف، وكل الناس ال 34,000 اسره اللي قلقانين وخايفين، ان شاء الله اللي جاي افضل واللي جاي احسن، ونوجد لكم نتيجه وحل الحكايه دي. كنت بتكلم على الساده رؤساء الاحياء، سعادتك الزباله ما بتتشالش، سعادتك القهاوي مساحتها بتبقى 4 متر في 4 متر، فرش قدام القهوة 40 متر في 40 متر. طب ما انت عايز القهوة تقفل؟ انا قلت كده، ده اخواتنا واهالينا، واحنا لما بنبقى زهقانين بننزل نقعد مع حبايبنا على القهوة، ماشي الحال. بس انا عايز نمشي، الشارع يمشي، والبنات واخواتنا يعرفوا يعدوا، واحد وولاده يعرفوا يمشوا، الدخان الكتير اللي طالع والناس بيبقى عندهم يعني
يعني بالراحة، اعمل الغلط بس راعي اللي حواليك. معايا الأستاذ نور أبو العنين، أهلا بيك. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا أستاذ نور. عم حضرتك طيب؟ أهلا بيك يا فندم. حضرتك أنا والد الطفل اللي اتصل بحضرتك من ثلاث أسابيع واتكلم على المعلم. المعلم ماله المعلم؟ أنا بقول لحضرتك يكاد المعلم أن يكون رسولا. صحيح. صحيح يا أستاذ نور. الله يبارك فيك. الطفل ده قال لي اول امبارح يا محمد يا بابا المفروض اللي بيتكلموا على اللغه والتعديل والكلام من ده، فقال لي يا بابا المفروض اول اولى ابتدائي وثاني ابتدائي يعلموهم احترام الابوين واحترام المدرس والصلاه وحفظ القران وبعد كده يدخلوهم على المناهج. صحيح. يعني ده راي طفل. يعني يعلمونا الاول يعلموا الاولاد الاصول اللي احنا افتقدناها. الله يرضى عليك، ده المعنى بتاع الولد كده والله لوحده. هو كده الطفل ده. هو فين ابنك ده؟ فين ابنك ده؟ هو كان قاعد مستني حضرتك بس ده كان نايم عشان عنده امتحان بكره. طب صحيح. خلاص بكره. بكره نكلمه. بكره نكلمه. بس عايز اقول لك ما شاء الله ما شاء الله، بكره ده خليك فاكر يعني ابنك ده يبقى حاجه عظيمه قوي لما يكبر يعني. الله يبارك فيك. يعني ان شاء الله نتمنى اشوفه طه حسين الثاني مثلا في العلم، اشوفه نجيب محفوظ. لا انا عايزك تشوفه على النت يا استاذ محمد. نعم. انا عايزك كانت الرحمه جت صورته عندنا في كفر الدوار. اسمه ايه؟ تكتب على النت كده الطفل نور الدين كفر الدوار. نور الدين ابو العين كفر الدوار. نور الدين. خشوا يا جماعة، خشوا يا جماعة مشاهدينا برضو، شوفوا طفل نور الدين كفر الدوار ده ايه حكايته، كلنا ندخل على اليوتيوب نشوف. حاضر هنخش نشوف طبعا. وبشكرك جدا جدا. وبالنسبة للمعلم برضو، لو احنا بنتكلم عن المعلم يا جماعة، كفاية اعلانات بقى شبح الكيمياء وعملاق وامبراطور الانجليزي ونجم السوبر ستار الفيزياء والحاجات اللي بنقعد نشوفها بالشوارع دي، حاجه يعني حاجه غريبه جدا جدا، وحاطط تليفونه ومش خايف من حد. يعني سعادتك ادفع ضرائب بقى، سعادتك الاعلانات اللي حضرتك حاططها على الحيطان دي روح للحي ادفع بقى غرامه انك بوظت سور، او يعني ايه ده؟ وايه شبح ولا عملاق ولا سوبر ستار اللغه العربيه وامبراطور اللغه الانجليزيه يعني عمال يعمل في اعلانات كده تحس انه فاضل يقول لك ايه تلتقون وسوبر ستار الانجليزي وشبح وامبراطور العملاق الفظيع، ايه الكلام ده؟ فبرضه كل دي شغلانه احياء، يعني كل دي شغلانه الحي. المجالس المحليه والاحياء تحديدا السيد رئيس الحي، الحكايه واقفه عندي عند الجزئين. الجزء الاولاني رئيس الحي ده بيبقى موجود في مكتبه من الساعه 9 ولا 8، الساعه 3 اروح، من 3 بالليل دي بقى تحس ان الدايره بقت حاجه ثانيه خالص خالص، بقت حاجه بقت سويقه فعلا فعلا. وفكره الناس بتضرب بالقانون عرض الحائط. النهارده في باب الشعريه الناس اهالينا واخدين تصاريح كده ببيع الفوانيس، كل سنه وانتم طيبين رمضان، كل سنه وانتم طيبين. وانا بفرح ما بشوف جو رمضان والفوانيس متعلقه وناس واقفه تشتري على راسي. بس سعادتك انا كرئيس حي يعني انزل شوف الراجل اللي انت اديته التصريح ده ملتزم بالمساحه ولا واخد بقى نص الشارع مع تصريح بقى واخد نص الشارع. الدنيا مقفوله هناك والشوارع فوق بعضها ليه؟ لان كل واحد طالع ناخد الرصيف كله ونازل في الشارع، ولو نازل في الشارع في عربيه راكنه وبعدها ناس بتمشي يبقى الطريق اللي كان بيعدي ثلاث عربيات بيعدي عربيه. السيد رئيس حي باب الشعريه انت فين؟ حضرتك فين؟ انا عارف انك ماسك بقالك اسبوعين ثلاثه تمام، يعني ما بقولكش طور ونور وادهن ونور الحواري وسفلت الشوارع، ما طلبتش من حضرتك كل ده. انا بطلب بس يعني الناس اللي بتضرب بالقانون عرض الحائط وفرشين وقافلين الدنيا انزل قول لهم لا ارجعوا ورا شويه، ما بقولكش قول لهم يقفلوا، لان حضرتك قلت لهم يقفلوا انا هجي لك برضه واتكلم عنك، ما تقطعش عيش حد، بس قول لهم التزموا. يعني سعادتك قول لهم التزموا، قول لهم لا نرجع شويه ورا، مش انزل انا اقول كده ففجاه احنا قفلنا لهم. طب ينفع مع دول الموسم واكل عيشهم وربنا يرزقهم يا رب، فنساعد الناس بس نساعد الناس اللي عايزها تمشي. حد فيكم كرئيس حي نزلت قلت مثلا لواحد بيبيع حاجات زي بلح واليميش والحاجات انت بتبيع بكام؟ فواتيرك فين؟ الفانوس ابو 200 جنيه و150 جنيه، ما هو انا ابن صغير ما يعرفش ونفسه في فانوس، فانا عندي عيلين ولا ثلاثه عشان انزل اجيب لهم فانوسين ثلاثه
الواحد ب 100 جنيه ادي 300 جنيه حضرتك، حد ينزل بس يقرب لنا الدنيا ويعمل اسعار ونفرح الولاد يعني وجودولنا طريقه نفرح، وجودولنا طريقه نعيش، وجودولنا طريقه حد ينزل يقول للناس انت كده غالي. والله اللي يعمل دي واحد في الحي، واحد قد كده اسمه مهندس التنظيم والاشغالات والحاجات وينزل سلام عليكم كام ده يا ابني؟ 150. ليه يا حبيبي 150؟ وريني فاتورته. انزل اعمل جو. لا الفانوس ده انت هتبيعه ب 60 جنيه وتعلق 60 جنيه عليه وهاجي بكره اسالك. فالناس تشتري فوانيس، البلح يبقى رخيص شويه، ننزل نضبط الاسواق، نضبط الاسعار. الناس عايزه تجيب وحاجات انا ما طلبتش حاجه من الحكومه خالص. حدد انا طلبت حاجه؟ ما طلبتش. انا بطلب بس الناس تعمل شغلها. انا مش فاهم هو الحي شغلته شواطئ عربيات تمشي تلم ربع الزباله وتسيب الباقي، ولا الحي شغلته المهندسين والناس اللي بتشتغل تنزل تضايق في خلق الله في المطلق بس، ولا الحي ده المفروض يبقى فيه جزء منه شغال على الاسعار والتموين والبيئه والاشغالات والازالات ومساعده المواطنين في التراخيص؟ رئيس الحي بيشتغل ايه؟ رئيس جمهوريه المنطقه. فانزل على مستشفى الحكوميه، المستشفيات الحكوميه حضرتك ليك فيها دور، انزل على مدير المستشفى اسلم على المرضى، ناقصكم ايه يا جماعه؟ في ايه المشكله؟ واقف كده ليه يا حاج؟ والله يا ابني ده انا عايز اعمل عمليه. طب وايه مشكلتك يا حاج؟ بيقول لي مفيش مكان. اخد الراجل من ايده واطلع على مدير المستشفى. الناس دي نشوف لها حل. لا والله ما لهمش مكان، اتصرف. انا اطلع من الحكايه دي لو انا بقى، لو انا اكلم عضو مجلس النواب. انا النهارده كنت في المستشفى الفلانيه يا فندم ولقيت 5 مرضى ارقام تليفوناتهم وهم عايزين يتعالجوا مش عارفين. نحل مع بعض. واقف ليه يا حاج؟ عايز دواء. شوف منظمات المجتمع المدني ورجال اعمال المنطقه واوفر لهم. هو ده رئيس الحي النشيط. اعمل مبادرات تعليميه واجيب الاهالي واجيب الطلبه وادخلهم فصول تعليميه مجانيه وقت الامتحانات، وابقى انا رفعت عبء من على المواطنين. مش اعملها بصورتين واطلع اتصور السيد رئيس حي قرر عمل مبادره تعليميه دراسيه مجانيه في مدرسه كذا ويتصور. لا انا عايزها نظام وواقع ومبادره بجد. وما تتصوروش، كفايه تصوير بقى. يعني كفايه تصوير وكفايه تلفزيونات. يلا نعمل للناس، يلا نعمل قدام ربنا، عشان هنيجي هنتسال على الحكايه دي. انت وانت قاعد على كرسي ومسؤول عن الناس عملت لهم ايه؟ حد يرد عليا؟ يمكن انا بهزي. حد من الساده رؤساء الاحياء فكر يشوف الستات الارامل المطلقات اللي مش لاقين ياكلوا وقرر يساعدهم بشكل او باخر؟ بلاش. في مشروع اسمه السويقات، بتبقى عباره عن سوق بيبقى الحي هو اللي عامله وبيديه للمواطنين يعني يشتغلوا فيه. حد من الساده رؤساء الاحياء عمل ده. ده لما رئيس حي شبرا محمد سيد محمد فؤاد عمل يافطه كده عليها، يافطه كبيره كده في الشارع اعلانيه مكتوب عليها رقم النجده ورقم المطافي ورقم الشرطه ورقم اللي مش عارف. ببساطة عملوا يافطه. انا بقى مش عايز تبقى الحكايه يافطه، انا عايز الناس تستفيد. انا عيان ومش عارف اجيب دواء، انا عيان وما اقدرش اوصل لبرنامج، انا عيان ومش عايز اطلع اقول للناس انا ما معيش حق الدواء. انا رئيس الحي يبقى ليا دور في الحكايه دي. لازم انا لا قدر الله وربنا يشفينا ويشفي كل مريض، مريض سرطان، انا اخش على رئيس الحي: يا فندم انا واحد من ابناء الدايره اللي حضرتك رئيس حيها، انا مريض مش عارف اجيب الدواء بتاعي. اتشقلب واجيب له الدواء. تاني حاجه، هو انا بقول الكلام ده وفرحان قوي واخش الرئيس الحي واقول له انا مريض؟ هو في حد بيعرف يقابل رئيس رؤساء الاحياء؟ ده رؤساء الاحياء بعضهم، ها بعضهم يقول لك مقابله رئيس الحي يوم الخميس الساعه 12 الظهر للاستماع لشكاوى الجمهور. يا سلام، ما اروحش الشغل انا بقى عشان سعادتك قررت ان اليوم ده اقابلك، علما ان المفروض ما يبقاش كده الكلام. يقول لك ما انت عندك خدمة مواطنين، ما تعرض مشكلتك في الوقت اللي يناسبك ورئيس الحي خايف. تاني حاجة، أنا لما أنا أقول لحضرتك هقابلك يوم خميس تمام الساعة 12 يعني اليوم خلص. يعني أنا لو ليا طلب الجمعة قافل، الحي أجازة، الاثنين الحي، الحد هو ده أول يوم. فأنا أول يوم شغل الحد، فيبقى عندك حد اثنين ثلاث أربع وخميس نتقابل تاني.
انتوا مصعبينها على الناس ليه؟ عندي رؤساء احياء تانيين بصراحه فاتحين بابهم على المشاع. مين؟ دكتور مجدي شريف حي الساحل سايب مكتبه، السيد محمد فؤاد حي شبرا سايب مكتبه مفتوح لاي حد يخش له، رئيس حي الزاويه المحترم هشام بيه عبد الحميد اللواء، عندي كمان المحترم قوي كمان قوي رئيس حي عابدين اللواء محمد انيس، عندي خالد بيه عقل رئيس حي النزهه، مبروك لاهل النزهه راجل محترم. فعندي رؤساء احياء تعظيم سلام مفيش كلام فيهم، يعني مفيش ولا كلمه في دول. عندي رئيس حي البساتين يا قلبي عشان تكلمه في التليفون يا فيلم، يعني فيلم. عنده رؤساء احياء كتير التعامل معهم في منتهى الصعوبه، ولكن مش عايزين نقابلكم، مش عايز تقابلنا، انا مش عايز اقابلكم، انا عايز امشي في الشارع ما فيهوش زباله، عايز امشي في الشارع الدنيا نظيفه، عايز امشي في الشارع القهاوي اللي واخده نص الشارع وقافلين الشارع اصل صاحب القهوه يعرف فلان اللي شغال في الحي. يا محمد انت كده بتتكلم عن فساد. اه في فساد، اكذب ماشيه وسايط وصحوبيه. في بعض رؤساء الاحياء بينفذوا القانون مفيش الكلام ده، وفي البعض التاني ساكت، وتيجي تكلم رئيس حي تقول له يا فندم المكان الفلاني مطلع عينينا يقول لك خدنا اجراءات، عملنا له محاضر. طب ما انت عملت له محاضر وفاتح، عملت له محاضر ولسه بيضايقنا، عملت له محاضر ولسه مزهقنا، ايه يعني ايه عملت له محاضر؟ دي عايزين اجراءات يا فندم. انت معاك القانون ومعاك السلطه التنفيذيه وانت الاقوى، انت الدوله، انت العظيم اللي المفروض تدير الامور، ديرها. قعدنا اتكلمنا في الحكايه دي سنه والله العظيم، لا هوصل لنتيجه ولا هخلص كلام. ارجو من الساده رؤساء الاحياء في الفتره دي الاهتمام بمقابله الناس. انا عارف ان انتم مشغولين، بس هي الناس دي شغلتكم اصلا، يعني خدمه الناس دي شغلتكم. في ستات ورجاله بيغسلوا كلى ومش عارفين يغسلوا كلى، اقسم بالله مش لاقيين مكان. انا كنت زمان عارف ان الحكايه ان عضو مجلس النواب ده لما انت تخبط على بابه ويفتح لك تلاقي الدنيا فين؟ فين فين التطوير؟ فين اللقاءات؟ بشوف ان لازم يحصل لقاءات دائما وابدا عقال الحي. بعض الناس يقول لك احنا مكاتبنا مفتوحه للاهالي، مفتوحه بقابل فيها واحد يمثل النائب، انا نفسي اشوف النائب بتاعي واقعد اتكلم معاه واتناقش معاه واعرض عليه مشكلتي وتتحل مشكلتي. يعني مش مثلا اقول لحضرتك انا رحت يا سياده النائب المستشفى ما لقيتش مكان ليا، فتقول لي طيب تمام اكلمك بعد بكره، تقول لي اصل ما فيش مكان ليك. ايه ده؟ ما هو قالوا لي في المستشفى ان ما فيش مجال ليا، انا عارف، فانا جيت لك بقى عشان انت تحلها لي، فحضرتك تروح ردت عليا تقول لي انا كلمت المستشفى وقالوا لي ما فيش مجال ليك. يا سلام، ايه الحلاوه دي؟ يعني قلتها لي بنبره تانية كده فانا هديت. انا فندم لما اجي لك اقول لك انا مش لاقي مكان في المستشفى الدنيا تتشقلب ويجي لي مكان في المستشفى، ده انت عضو مجلس النواب يا فندم، تصرف بقى، توديهاني حكومه، توديهاني خاصه من خلال منظمات المجتمع، توديهاني بطريقتك، المهم انا جيت لك اتعالج، لان حضرتك اللي بتمثلني ولا حضرتك اللي بتتعامل وبتقدر تقف تعمل طلبات احاطه للحكومه، فحضرتك يعني ما شاء الله كده عافي، فما اجي لك تحلها لي، مش ده الكلام؟ طيب بسرعه نقول كام خبر وبعد كده نطلع نستقبل ضيفنا عشان الوقت. معايا خبر كان عن مترو الانفاق، امتيازات وتخفيضات تذاكر واشتراكات المعاقين ومرافقيهم بالمترو. تقدم شركة المترو مجموعة من الامتيازات والتخفيضات على أسعار التذاكر والاشتراكات للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرافقين لهم. اليوم السابع يرصد في نقاط أهم المعلومات عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مترو الأنفاق. تذكرة الرحلة الواحدة لكل معاق أو ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ 50 قرش. قيمة الاشتراكات لمدة 3 أشهر مقابل 22 جنيه فقط للمنطقة الواحدة التي تتراوح عدد محطاتها من 1 إلى 25 محطة. قيمة الاشتراك لمدة 3 شهور تبلغ قيمته 27 جنيه للمنطقتين البالغة. المعاق يتمتع بنفس الامتيازات. هايل. وفقا لإحصائيات شركة المترو هناك 4000 تذكرة تباع يوميا للمعاقين. عندي بقى جملة بقى مهمة، سيبنا من النقاط دي. المصاعد مجهزة بانتركم صوتي يمكن من خلاله التواصل مع ناس
غلط. ايه ده اللي بتقوله غلط؟ انا بشوف حضرتك الاسانسير بتاع مترو الانفاق اي حد معدي يدوس على الزرار يركبه. طب ويعني يا استاذ محمد ما يعني ما نركب الاسانسير وايه المشكله يعني؟ لا عندي مشكله، ما ترجعش تقول لي المصاعد مجهزه بانتركام صوتي مع ناظر المحطه لما احب اركب انا الاسانسير فاكلم الناظر. لا مش حقيقي، اي حد بيقف يدوس على الزرار بتاع الاسانسير بتاع مترو الانفاق بيركب. تلاقي بقى اللي شغال شاب كده عنده 22 سنه ما شاء الله ضرفه كده بيوقف وبيركبه، واحده ست شايله شنط وما شاء الله سنها صغير بتركبه. لا الاسانسير ده اتعمل لذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين. طب ما احنا نعمل ايه؟ ننزل سلم، مش انت شاب، انزل سلم وخلي الاسانسير لمين؟ للناس الكبار، امي وامك، الناس اللي عندها مشاكل في رجليها، الناس العيانه، الناس اللي عندها القلب. احنا ربنا الحمد لله مخلينا سلام كده ومفيش ابتلاءات ولا حاجه، انزل سلم. السيد ناظر المحطه يبقى مسؤول عن الاسانسير ده لان ده مال عام نحافظ عليه، لان في الاخر ده لما بيبوظ بيتصلح بفلوس المواطنين ونرجع نقول الشركه بتخسر ليه؟ بتخسر عشان ده. في تسويق افضل لمترو الانفاق ممكن يتعمل، في افكار تسويقيه احلى من كده بكتير، والحكايه مش مجرد شويه اعلانات تتحط وبس، لا في مليون الف حاجه. وتاني حاجه فكره ان مترو الانفاق تحت يتحول لمحلات بقى وعصير وكروت الموبايل والحاجات دي كان لازم تتعمل بشكل يليق بمترو الانفاق في مصر. مترو الانفاق حاجه محترمه جدا بيخدم ناس كتير، محتاجين شويه خدمات كمان عشان يبقى مترو انفاق. الخدمات دي كتير كتير بجد، محتاجين اهتمام بجد جوه، محتاجين نوفر، محتاجين ناخد بالنا من الاسانسيرات. بما ان احنا بندفع فلوس فاديني خدمه بقى. انت بتدفع فلوس قليله تمام، انت قبلتها اديني خدمه، اديني خدمه بجد. ده بالنسبه لمترو الانفاق. معايا مجموعه برضو من الاخبار على السريع جدا يا استاذ احمد عنينا. مختل عقليا يقتل امه بالفأس في مركز السنبلاويين بالدقهلية. انهى مختل عقليا حياة امه بقتلها بالفأس وسكين في قرية الحصينة التابعة لمركز السنبلاويين بمحافظة الدقهلية كونه يعاني من مرض نفسي. تلقى اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية اختارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ للعقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاويين بعض الاهالي قيام احد الاشخاص بالتعدي على والدته. طبعا الله يرحمها، ولكن كان عندنا برضو مشكلة. طيب هو لو كان مختل عقليا وانا ابني مختل عقليا وانا ست كبيرة اوديه فين؟ خليته عندي في البيت قتلني. هاخد اخر اتصال في الفقرة دي معايا استاذ مصطفى، وهقول لكم بس في سطر اخير كده موضوع الناس المرضى النفسيين والمختلين عقليا هنتكلم عنهم. استاذ مصطفى اتفضل. ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ اهلا بيك. والله انا عندي مشكله بسبب الحي ده برضه. حي ايه؟ حي الوراق. حي الوراق. اتفضل. يعني انا شاب كفيف وكنت محتاج كشك تبع المحافظه. لفيت عليهم كتير وبرضه ما فيش. رحت جبت لهم عضو مجلس الشعب مصطفى جعفر سلمان. قالوا لا اصل ما عندناش. قالوا لك ايه؟ قالوا لهم ما عندناش الكشك. قال لهم لا في كشك اليومين دول. قالوا اصل ما عندناش مكان. ما عندناش مكان ايه؟ كل الورقه دي ما فيهاش مكان؟ يعني يا راجل دي كلها مخالفات. الراجل محترم قال لهم انا هديله حته ارض اكتبها له باسمه واعملوا له الكشك فيها. النائب قال كده؟ والله راجل محترم. قالوا خلاص روح للمحافظ. قالوا للنائب روح للمحافظ. يعني النائب قال اشتري ارض واعمل له فيها الكشك بتاعه. قال لي هو من عندنا من الورق. قال انا ادي له حته ارض ويكتبها له ويحط له الكشك فيه. قالوا لا اصل ما عندناش، لازم تروح للمحافظ والكلام ده. طب انت انا بسال سؤال، طب والنائب ما راحش يقابل المحافظ دي؟ واوعى تقول لي راح ما عرفش يقابله، تبقى لا مصيبه. انا اللي ما روحتش، انا اللي ضيق. طب ممكن تعدي على النائب وتطلب من النائب؟ الراجل الراجل ده محترم قوي يعني. انا هتواصل معاه لمجرد انه قال الجمله دي. يعني انا ما اعرفوش بس رحت له، الراجل عمل فوق الصح. اسمه ايه؟ مصطفى جعفر سلمان. مصطفى جعفر، انا هكلمه وطبعا اشكره على الكلام ده. بس انا عايزك تروح تاخده، يعني تاخد عضو مجلس النواب ده وتطلعوا تقابلوا كمال الدالي اللي هو كمال الدالي محافظ الجيزه وتقعدوا معاه ويشوف لكم حل. ده المحافظ يعني.
لا انا بقى معانا زهقت قلت له خلاص مش هروح تاني. انا رحت المحافظه اقدم ورق هناك، الموظف قال لي انا ابني معاق ومش لاقي له شغل، الموظف نفسه. طيب انا بضم طبعا صوتي لصوتك وخليني في تواصل معاك دايما، قول لي عملته ايه، وفي مفروض النائبه هيام حلاوه عن الوراق واوسين برضو تتدخل، يعني تعمل برضو حاجه تقابل المحافظ، لان انا بشوف صورها مع المحافظ كتير، تقول له مصطفى كفيف وعايز ياكل عيش. يعني انا والدي متوفي وبابا معايا اخت انا اللي بجهزها ووالدتي، بس انت يقول لك وسطتك ايه؟ اقول لهم وسطت ربنا، ما حدش بيعبرني. بشكرك جدا وقلبي عندك، وان شاء الله هتابع معاك انا وان شاء الله نوصل لنتيجه. استاذ محمد المصري حضرتك اتصلت بينا والخط اتقطع. استاذ محمد المصري لو حضرتك شايفني، حضرتك اتصلت بينا وحاولت تكلمنا والخط اتقطع، يا ريت ترجع تكلمنا تاني ويا ريت تكلمنا ترجع لنا. يا استاذ محمد المصري اهلا بيك. استاذ محمد اتفضل. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور يا استاذ محمد، اهلا بيك. ايه الاخبار؟ الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا. ايوه انا معاك، سامعك. اتفضل يا استاذ محمد. الو، اولا انا عايز احييك على الاداء الهايل بتاعك، انا متابعك كويس ومش حابب اقول ايوه يا استاذ محمد سامعك. حضرتك اسمعني، اسمعني من التليفون، يعني حضرتك هنوطي التلفزيون على الاخر واسمعني من التليفون. الو، سامعني كده يا فندم؟ تمام، احنا كده بنتكلم بالتليفون مظبوط. اه يا صديقي. طيب طبعا اولا انا عايز اقول للمشاهدين ان انا معجب جدا بادائك ومتابعك في كل اعمالك، ما شاء الله عليك بجد، انت تستاهل كل خير. اما بخصوص الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه، احنا كشعب عندنا مشكله. انت معايا يا استاذ محمد؟ مع سيادتك يا فندم. الو، مع سيادتك يا فندم، سامعك. احنا دايما القياده عندنا في سكه والصف الثاني والثالت في سكه والشعب في سكه ثانيه خالص. يعني انا سامع حضرتك وانت بتتكلم عن رؤساء مجلس الحي، هل القياده اللي ماسكه البلد يرضيها الاداء بتاع رؤساء الحي؟ طبعا لا، طبعا طبعا مستحيل. القياده ماشيه في سكه وبتقدم في البلد، واحنا شعب وصف ثاني وصف ثالث بنبوظ كل اللي بيحصل. صحيح. يعني ايه رئيس حي معلش يقفل مكتبه ولا يحدد ميعاد المواطن ان هو يشوف ده بتاع ايه؟ ده بشويه. اعتقد الرئيس، اعتقد سياده الرئيس نفسه لو عنده وقت زي الوقت بتاع البيت كان قابل الناس. والله كان قابل الناس. اه والله انا معاك في دي، ما انا بقول لك احنا ثقافه الصف الثاني والصف الثالث في البلد وثقافتنا احنا كشعب، احنا نستاهل اللي بيحصل فينا. احنا ما فيش حد، انت برضه بتشتكي من الشباب اللي بتطلع في الاسانسيرات، تقدر تقول لي هو احنا لازم نقول لهم في التلفزيون يا جماعه ده اسانسير ذوي الاحتياجات ممنوع ان احنا نستخدمه؟ لا، انت هتقعد تقول الصبح ودلوقتي وبكره هتلاقي بيحصل وبيتكرر تاني وتالت وعاشر. احنا شعب محتاج نغير ثقافتنا عشان نبدا نتطور ونتقدم يا فندم. صحيح. على العموم انا اسف ان انا طولت. ابدا ابدا، انا اتبسطت جدا والله بمداخله سيادتك، يعني وعايز اقول لحضرتك كل حرف حضرتك قلته يعني انا بايده جدا. مش قادر اقول لك انا مبسوط قد ايه باتصالك بينا النهارده. بشكرك جدا يا استاذ محمد المصري، وعايز اقول برضو استاذ محمد المصري قال جمله يعني مهمه وتحتها 200 خط. استاذ محمد المصري قال القياده السياسيه في حته والساده التنفيذيين ورؤساء الاحياء في حته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندي سيد رئيس الجمهورية بيعمل مشروعات ضخمة، وليكن مستشفيات. مستشفيات اتعملت بتخدم اهالينا وحاجة ضخمة وحاجة على اعلى مستوى، مين اللي عملها؟ السيد الرئيس اللي عملها جنب فكرة تطوير الصحة، جنب مجموعة شبكات الطرق، جنب شبكة مشروعات القومية العملاقة. تمام؟ تمام. نمسك احنا المستشفى، او نمسك احنا المدينة الجديدة اللي اتعملت، اهمال من رئيس حي او مسؤول المدينة، اهمال من العاملين اللي شغالين في نفس الحكاية دي لانه مش عارفين قيمتها. انا النهاردة لو عندي، واحنا بنتكلم عن المترو، يعني لو ناظر المحطة اشتغل شغله وقفل الاسانسير ويبقى اللي عايزه من خلال الانتركم انا معاق فانزل يقابلني حد فبقى انا تمام،
يعني لو عمل اللي عليه وقام بدوره الفعلي في ان الاسانسير للمعاقين اتحلت الازمه. لو رئيس الحي من دول خلى باب مكتبه مفتوح، ما احنا مش هنيجي نزورك لانك وحشنا. حضرتك مش وحشنا، يعني ما تقوليش انا عامل الموضوع ده يوم الخميس، لان انا لو كنت بتاع المشاعر كنت كل يوم تجولي. يعني مش حمائي الاحياء يعني عشان كل يوم اجي اسلم على سيادتك. انا هاجي لك مره عشان تحلي لي مشكلتي، ولو ما حلتهاش هاجي لك تاني، فسيب لي الباب مفتوح. لا لا، انا عايز الناس تغير ثقافتها. لا كفايه فكره الاوردرز والبشويه وانا باشا وهعملها يوم الخميس بس والمواطنين تيجي تقابلني. لا لا لا، ادينا مساحه نقابلك، وادينا مساحه نشتكي لك، ادينا مساحه ننزل كل يوم نشوف سعادتك في الشارع. حضرتك وانت بتمر بس، والله وانت ما بتاخدش كرسي من قهوه، وانت ما بتعديش على محل، مرورك في الدايره كده الناس كلها بتتظبط. الحي جاي، الحي جاي، ليه الدنيا تتظبط يا باشا؟ خلي عربيه الحي دي تمشي تلف السواق كده يلف فيها وهي فاضيه، الناس عارفاها على فكره، خليها فاضيه كده وخليها تلف، تلاقي الشارع ايه ساعه. البس يا فندم بنطلونك وقميصك الساعه 9 بالليل كده وانزل اتمشى في الدايره شوف اللي بيحصل. ما هو برضه مش كل الناس عارفاك، ولما تمشي على رجلك بطولك ما حدش هيعترضك. انزل يا باشا لوحدك كده شوف الناس عامله ازاي، انزل انزلوا، كفايه قاعد على المكاتب والنبي، انزلوا شوفوا الناس، انزلوا الرئيس بيشتغل وبيعمل مجهود ضخم جدا، اعملوا 5 ولا 10% من المجهود ده. فكروا بره الصندوق زي ما بيفكر. بيتقالوا في المشروعات هنعملها في سنة واتنين، يقول لهم هم 6 شهور وبتتعمل، هي سنة وبتتعمل. هتعمل انت عظم من قناة السويس الجديدة يعني؟ مش هتقدر تعمل ده. انزل اشتغل، انزل خد الروح دي واشتغل ووقفوا جنب الناس الغلابة. والله العظيم ثلاثة المجهود اللي هتعمله ده، اولا لو ما كانش الدولة هتكرمك والمحافظ يقول لك تسلم ايدك يا ابو السباع واحنا ندعي لك، كفاية يعني قدام ربنا تاخد حسنات. نحلل الفلوس والمرتب اللي بناخده، كبير صغير ماليش دعوة، انا ماليش دعوة، ماليش علاقة، بس نحلل، نقف جنب الناس، نقف جنب الغلابة، اقف جنب المواطن، اقول للقوي اللي فارد ضلوعه على الناس لم دراعك. الراجل اللي فاتح محلاته وحاطط قدامها كراسه اقول له لم، عشان الراجل اللي جنبه مكتبه بياكل فيها عيش، ولا الست الارمله اللي بتاكل عيش مش قادره تقول له الكراسي اللي قدام المحل عندي يا ابني مش قادره ياكلها. سعادتك انزل بقى اعدل الميزان، انزلوا اعدلوا الميزان، انزلوا لموا الزباله، انزلوا خلونا نحس ان احنا بني ادمين عايشين في مكان يليق بينا، مش هقول اكتر من كده. طيب تعال نتكلم بقى في الفقره الثانيه من برنامجنا، يعني والله الموضوع من كتر ما وطرني لساني بيلف على الفاضي. خليني نتكلم في الفقره الثانيه النهارده، هنتكلم عن الفن. ساعات ما بيبقاش اسم لامع، يعني ممكن ما يبقاش اسم مشهور ومكسر الدنيا بس في غنى، ممكن يكون اسم كان هيبقى مشهور بس حد سرق منه حاجة او كعبله او لخبطه، او لمجرد ان انت مش من اهالي القاهرة ومش من فنانين القاهرة هنضايقك. امير سلطان اسم لامع جدا جدا في الافراح الشعبية في الاقاليم وفي القاهرة. امير سلطان من الاصوات المميزة جدا جدا جدا، اشتغل في الانشاد الديني وهو صغير، كان في فرقة احمد الكحلاوي طبعا اخويا وحبيبي، وبيغني بجد. تعالوا نطلع فاصل كده نقابله ويجي معانا في سهرة فنية من نوع خاص، يا رب تعجبكم. خليكم معانا فاصل ونرجع تاني، خليكم معانا. برنامج برعاية ليمورال